الثامنة صباحا من الإذاعة الوطنية التونسية، تحية طيبة. تونس تشارك سائر بلدان العالم اليوم الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي وافق 31 من ماي من كل سنة. ووزارة الصحة تنظم يوما مفتوح في عدد من الولايات تحت شعار يوم عالمي دون تدخين، يتضمن العديد من الأنشطة والمداخلات العلمية. ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين حاتم بوزيان يؤكد أن آخر الدراسات في تونس تبين أن عدد مدخني السجائر الإلكترونية من فئة المراهقين تجاوز 17%. المنتوجات الجديدة اللي هي التبغ المسخن ولا التدخين المسخن وهي السيجار الإلكترونية، الناس مش قاعدة تفيق بها الخطورة متاع المنتوجات هذه. منتوجات تساعد على الإدمان، قاعدة تجلب في الأطفال وفي الشباب على خاطر فيهم نكهات موجهة للأطفال، الألوان متاعها، طريقة التدخين متاعها تخلي الشباب يحس روحه كأنه تبع في جديد وإلا كاين حاجة معناتها موضة. احنا في تونس لأول مرة في الدراسات اللي مع المراهقين فقنا اللي السيجار الإلكترونية ولا المراهقين يكيفوها أكثر من التدخين العادي. احنا التدخين العادي تقريبا 14% عن الأطفال من المراهقين يتكيفوا، احنا فقنا اللي السيجارة الإلكترونية ولات 17% بخلاف ما عندها السيجارة العادية. وهذاك علاش احنا عملنا صيحة فزع، خاطر حسينا اللي فما خلط. حتى عند زملاء من الأطباء قعدوا فك النقاش متاع بالكشي أقل خطورة، قلت لا، المنتوجات هذه مخترة وتساعد على الإدمان. وزير الفلاحة عبد المنعم العاتي يعاين على هامش زيارة أدها إلى ولاية تطاوين وضعية سهل رومان في معتمدية ذيبة، واستمع إلى مشاغل الفلاحين والمصاعب التي يواجهونها لاستغلال الأراضي الشاسعة في المنطقة وتثمينها، معتبرا أن الأراضي في ذيبة ستصبح بها زراعة كبرى، وهو ما يتطلب بنية تحتية كاملة على غرار الميكنة وآلات الحصاد والدواء، مؤكدا أن الدولة بصدد تركيز البنية التحتية واللوجستية اللازمة لزراعة آلاف من الهكتارات من الزراعة الكبرى. رانا قدام 100 هكتار متاع زيتين وزيتين مروية موجودة في الصحراء التونسية، وبالضرورة فما 127 أخرين، وفما تقريب 80 هكتار آخر كيما هالغابة اللي تشوفوا فيه. احنا كانت عنا شبه غالطة برش غير سهلنا شماعة دي قبل أنه الصحراء متاعنا ما فيها حد شيء وما تجيب شيء، الخير الكل هنا، وهذه الارض هذه التربه هذه في الفلاح يقولوا تطلع الزعفران. احنا غير نخدموا برك، احنا توا هذا اللي قاعدين نحضروا فيه تركيز كل البنيه التحتيه وكل البنيه اللوجستيه اللي هي باش تخلينا لهنا نزرعوا الاف من الهكتارات من الزراعات الكبرى. ويشار إلى أن سهل الرومان يمتد على مساحة 469 هكتار موزعة على 54 قطعة، منها 364 هكتار مروية، وينتفع بها 51 فلاح، وتضم 8 أبار مائية، 4 منها مستغلة بنسبة تدفق تناهز 65 لتر في الثانية. الدائرة الجناحية المختصة في الفساد المالي تقضي بسجن المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل المحال بحالة إيقاف لمدة 4 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى خطايا تقدر بمليوني دينار من أجل جملة من الجرائم المالية، وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة. وفي تطورات الأوضاع في غزة، عدد شهداء نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت مخيم ينصيرات والبريج وسط قطاع غزة ارتفع إلى 13 شهيدا، وقوات الاحتلال تنسحب من تل زعتر وبيت لاهيا وبيت حنون وجميع مناطق شمال القطاع، فيما بدأت طواقم الدفاع المدني في انتشال جثامين شهداء من عدد من المناطق التي انسحب منها الاحتلال. وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن تعلن فجر اليوم سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في غارة أمريكية بريطانية على محافظة الحديدة غرب البلاد، مشيرة إلى ضربات أخرى استهدفت مناطق عدة بينها العاصمة صنعاء. ختام الموجز قدمه لكم ياسين الفغالي للقاء. الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.